بيقوموا الشغل. ماشي على بعض. شو بيمخر؟ كنت بالضمان عم بقعد عم برد عبين ما تقبضوا على رجالكم. رغم الحاصل من زمان وقت كان في نسيان هزت نفسي كان نسيان مستقبلنا يعطيكم العافية. باي باي. مساء النور، يعطيك العافية. فوت غير ثيابك وانا رح تطلع شو. حياتي صار لها 3 سنين مجوزين. وين؟ صار لازم نجيب لنا ولد. صرنا حاكيين بالموضوع 100 مرة. أول شيء أنا ما لي 10 أشهر بالشغل. شو ناسي يعني أول ما جيت الكونترا سألوني إذا في نية عندي أجيب ولد؟ وأنا قلت لا، يعني ما في ياخذ إجازة الأمومة. فرضاً أخذت إجازة الأمومة اللي هي 10 أسابيع. إذا هلا أنا بقبض 1,000,000 ليرة. مش عم يكفونا، كيف بدك مع ولد يكفونا؟ $300؟ ليش $300؟ لأنه بقانون الضمان الأم تقبض ثلثين متوسط المعاش، والحد الأدنى للأجور هو $450. يعني
450 قسمة 3 بيساوي 150، إذا ضربناهم باثنين 300 دولار. شو برأيك أنا ما بدي أجيب ولد؟ خير. هتعشى برا الليلة؟ اوكي يلا حبيبي تفضل. ألو؟ إيه؟ صابوا شي؟ طيب يلا جي خير، فين؟ جوزي وقعوا من عمو المستشفى. مدام بدي اقول لك انه جوزي لازم يضل عنا بالمستشفى ليلي، اوكي؟ شيء خطير؟ لا مش انه شيء خطير، بس انه يفضل ومستحسن يضل بالمستشفى تحت الوراقي، لانه اي حركه غلط بالبيت ممكن تاذيه، عرفتي؟ جوزك مضمون معي؟ لا بس انا مضمونة. لا ما بينفع. سعيدة يا الله. شو صار معك؟ ما فيني دخلوا بلا ضمان. طلع ضماني ما بينفع. احسن شيء.